أهلا وسهلا بكم لدرس جديد موجه للمهتمين بتجارب الحماية والاختراق وتوزيع أذكار لينكس أو باك تراك سابقا بالأخص. هذا الدرس سنخصصه لإنشاء مختبر لتجارب الحماية والاختراق. في الدرس السابق كنت تكلمت عن الأسباب التي تجعلنا لا نستخدم توزيع أذكار لينكس أو توزيع باك تراك كنظام شخصي أو نظام أساسي، أي نظام الاستخدامات اليومية كالصفحة على الإنترنت والبريد الإلكتروني وهذه الأشياء الشخصية. في نهاية ذاك الدرس قلت أن الحل الأمثل أو الأأمل لاستخدام توزيع أذكار لينكس هو إنشاء مختبر لتجارب الحماية والاختراق. هذا الدرس سنرى كيف يبدو هذا المختبر، ما هي المكونات التي تكونه، وما هي الأدوات التي نحتاج كي نقوم بإنشاء مختبر لتجارب الحماية والاختراق. لدي هنا مثلا مختبر داخل برنامج Virtual Box للأجهزة الوهمية. فالمختبر مكون من أجهزة وهمية. أنا سأمر على الأشياء المهمة في مختبر لتجارب الحماية والاختراق داخل جهاز وهمي. بالنسبة لتقنية الأجهزة الوهمية باستخدام Virtual Box، إن كنت هذه أول مرة تسمع بها، فيمكنك داخل المجمع توجد دورة خاصة بالأجهزة الوهمية في فئة نظم تشغيل الأجهزة الوهمية. ستجد هنا عدة دروس بالفيديو وكتابة تشرح الأجهزة الوهمية، كيف يمكن أن تثبت برنامج Virtual Box، كيف تنشئ جهاز وهمي، وهذه الأشياء من البداية حتى النهاية. أيضا توجد على قناة المجمع في يوتيوب دورة الأجهزة الوهمية قائمة تشغيل لهذه التقنية. أنا سأمر على الأشياء المهمة بالنسبة لمختبر تجارب الحماية والاختراق. المختبر يتكون من جهاز وهمي سيكون عليه النظام الذي سنستخدم لتجارب الحماية والاختراق. في حالتنا هي توزيع أذكار لينكس، هذا النظام سنشتغل داخله، أي أننا سنشتغل بالأدوات التي به. لذلك حين تقوم بإنشاء هذا الجهاز الوهمي الذي ستثبت عليه أذكار لينكس في Virtual Box، قم بإعطائه مواصفات جيدة من حيث الرام، من حيث مساحة القرص الصلب، من حيث ذاكرة الفيديو. بالنسبة للأجهزة الوهمية الأخرى فسنثبت عليها النظم التي سنشتغل عليها كهدف، كضحية targets. لذلك ليس من الضروري أن تعطيها مواصفات جيدة، بل قم بإعطائها المواصفات الأدنى لتشتغل فقط، لأننا سنقوم فقط بتشغيلها، ومن بعد العمل سيكون داخل كارل لينكس بالأدوات المتوفرة في كارل لينكس. تقوم بالدخول على هذه الأجهزة وعمل اختبارات وتجارب للحماية والاختراق عليه. إذن المهم هو أن يكون الجهاز الذي عليه كارل لينكس بمواصفات جيدة، والأجهزة الأخرى نكتفي بإعطائها المواصفات التي تمكنها من الاشتغال فقط. بالنسبة لأنواع النظم التي يمكن أن تثبت على الأجهزة التي سنستخدمها كهدف كضحية، فيمكنك أن تستخدم أي نظام تشغيل متوفر لديك سواء ويندوز أو إحدى توزيعات لينكس، لكن ينصح باستخدام الإصدارات سيرفر من ويندوز أو من توزيعات لينكس، مثلا كويندوز سيرفر 2003 أو أوبونتو سيرفر أو سينتوس، لأن هذا النوع من الإصدارات تكون به خدمات أكثر مشابهة للخدمات المتوفرة على سيرفرات الإنترنت، وبالتالي سيمكنك القيام داخل المختبر الخاص بك بتجارب أكثر على هذه الخدمات، القيام باكتشاف ثغرات، طريقة استغلالها وهذه الأشياء. ما له جهاز وهمي مسبقا على Virtual Box فيمكنه استغلاله للقيام بتجارب الحماية والاختراق دون أن يضطر لإنشاء جهاز وهمي جديد وتثبيت نظام تشغيل عليه وهذه الخطوات جميعها. لكن بما أن تجارب الحماية والاختراق خطيرة، يمكن أن تسبب في ظهور ثغرات أمنية على ذاك الجهاز، يمكن أن تسبب في تدميره مطلقا، فيمكنه أولا قبل البدء بهذه العمليات أن يستنسخ ذاك الجهاز الوهمي. عملية بسيطة، حيث أنك تختار الجهاز الوهمي، مثلا هنا لدي ويندوز مثبت داخل هذا الجهاز الوهمي، مثبت عليه برامج فيه ملفات، فأقوم فقط بالضغط يمين واختيار هنا كلون وإعطاء اسم للجهاز الوهمي الجديد والضغط على نكس ومتابعة عملية الاستنساخ، فيتم إنشاء جهاز وهمي جديد هنا يكون له نفس المواصفات الخاصة بهذا الجهاز الوهمي، يكون له نفس الإعدادات، نفس البرامج، نفس الملفات، وبالتالي يمكنني الاحتفاظ بهذا الجهاز كجهاز شخصي أقوم بالعمل عليه، والجهاز الذي تم إنشاؤه أقوم بالعمل عليه كهدف لتجارب الحماية والاختراق. لهذا السبب، أي بسبب الضرر الذي تسببه تجارب الحماية والاختراق للأجهزة الهدف، هناك أجهزة وهمية بميزات خاصة، من بينها الجهاز الوهمي Metasploitable أو Metasploitable 2. هذا الجهاز الوهمي مطور من طرف مطوري أداة Metasploit كي يتمكن من استخدام هذه الأداة بالتجربة عليه. الجهاز الوهمي فيه نظام Ubuntu Server مثبت،
وفي هذا النظام توجد العديد من الثغرات التي قام المطورون بإنشائها عن قصد كي يتمكن من استخدام آلة ميتاسبرايت بالتجربة على الجهاز الوهمي واكتشاف تلك الثغرات والعمل على استغلالها. سنعمل في هذا الدرس أولا على تحميل هذا الجهاز الوهمي، يمكن ذلك من صفحته على SourceForge، هذا هو الرابط الخاص به، رابط على شكل زيب تقوم بتحميله، حجمه 873 ميجا بايت. إذن هو جهاز وهمي كامل، لن تقوم بتثبيت أي جهاز داخله، فقط تقوم باستيراده وتشغيله داخل فيرتشوال بوكس. هو موجه للعمل على VMware، لكن يمكن أيضا استخدامه داخل فيرتشوال بوكس، وهو الشيء الذي سنراه في الدرس المقبل. إذن في هذا الدرس تعرفنا على معنى مختبر تجارب الحماية والاختراق والمكونات التي يتكون منها. من له عدة أجهزة كمبيوتر أيضا يمكنه استخدامها كمختبر لتجارب الحماية والاختراق، لكن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأخطار التي تكلمت عنها في الدرس السابق. بالنسبة للدرس المقبل سنرى كيفية استيراد الجهاز الوهمي Metasploit Level 2 داخل VirtualBox، كيفية تشغيله وكيفية الدخول له من داخل كالينكس. إذا من يريد متابعة الدرس المقبل يجب عليه أولا أن يثبت VirtualBox وأن يحمل Metasploit Level 2 وأن يشترك في القناة، ربما يضغط إعجاب إن كان هذا الدرس قد نال إعجابه، ونلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.